يا رب. خير يا رب، اللهم اجعله خير. اللهم اني لا اسالك رد القضاء، ولكني اسالك اللطف فيه. ألطف يا رب، ألطف. الشر بره وبعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك يا دولة هادي. ميرسي. شكرا. مبروك يا أستاذ عبد البديع. عقبالك، ولو إنه معلش زمن المعجزات انتهى. شكرا. ولا قدر يظبط ياد البارع دي، عدل وزودها شوية. هم شعب نوسة، وخلي بالك من حال الزغاريل اللي اتلخبط من الشارع دي. عقبالك يا أبو غريب. الله يبارك فيك اخويا، الله يبارك فيك. اقول لك ايه يا معلم؟ ايه؟ هتروح ترتاح شويه وسيبنا احنا واقفين مع الرجاله. ارتاح يا ده، فرح شقتي الوحيده. لو ما شقتش الفرح اشقى فرح مين؟ ابو غريب بقول لك ايه؟ انا امنت على مزاج بكره وكله تمام التمام. برضه ده لك يا ابن منطقتي، ربنا يعوض عليك يا حبيبي. شد شويه يا رجاله، ايه الوقت خلاص ازح. بعون الله غريب هيبقى فرح الشرابيه ما شافتش قبله ولا بعده، والنشاره والكوشه هديه مني برضه يا زميل. الف مبروك يا عمي. عقبالك يا علي. ربنا يخليك يا رب. عارف هتعمل ايه ولا محتاج ارشادات؟ اخلص يا حيوان، انا ابوك عيب. عقبال البكاري، ولو اني ما اعتقدش. ولا انا. غريبة قوي، موبايلي مقفول طول النهار. ربنا يستر ما يكونش حصل له حاجة تاني. انت ما بتحرمش. اموت واعرف رافضة موضوع الرحلة ليه، وانا ما كنتش باخد منك ميعاد غرامي لا سمح الله. هو ده اللي ناقص. ها قلت ايه؟ تطلعي؟ ده انت واد زنان حقيقي. يعني تيجي من ماهي وما تجيش منك انت. خلاص خليها تنفعك. ايه ده وانت ما عرفتيش؟ ومش انا كبرت وعرفت اللي ينفعني واللي ما ينفعنيش؟ طب فل، يا ريت تفهم بقى. بقول لك ايه، الرحله دي انا ماجيلها اكتر من مره عشان تطلعيها. على لو انت عايزه بقى تنكدي على 20 30 بني ادم، شيلي ذنبهم انت براحتك. طيب سيبني افكر. تفكري انت لسه هتفكري؟ انت عارفه انا مكنسل الرحله دي كام مره لغايه دلوقتي عشان خاطرك. بقول لك ايه، انا مش هسيبك دلوقتي غير لما تقولي لي ميعاد هنظم على اساسه الرحله. حيلك انت عمال تقول لي رحله رحله رحله، ولا عرفنا امتى ولا فين ولا هنروح امتى ونرجع امتى. ده كلام. براحتك قولي انت امتى وفين، كله تحت امرك. يا ساتر يا رب، مش عايز تسيب لي منفى ده اهرب منه؟ يا باشا مكان كله محاصر، قولي بقى امتى؟ انا هغير في الحمام طبعا. يا سلام يا سلام على حياء وخجل ولاد الاصول. براحتك يا قمر. هنبتدي الشقاوة بقى. ايه اللي تنفع من غير شقاوة بقى؟ طب انزل شوف اللي بيخرب بسرعة. يلا ستي. الله يبارك فيك، جيت في وقتك. سيبهولي هنا بس بعد اذنك. تقومون بيه حاجه تاني؟ دقيقه واحده. مستنيين قوي فين؟ الله يبارك. شكرا ليك. كده سعيد ان شاء الله. يا رب يسمع منك ربنا ويجعلها سعيده ان شاء الله. يا حبيبتي خلصت ولا لسه؟ لا لسه قدامي شوية. يلا روحي بقى عشان نعوض اللي فاتنا. هنبتدي الشقاوة. ايه
لا لسه ايه؟ انا مش قادر. يا تلحقيني يا ما تلحقينيش. وبعدين في شقاوتك بقى يا فوت. اعمل ايه بس يا حبيبتي؟ الحب متأكد. يلا بقى. تبين عليك شيء يجنن. ربنا يسعدك يا دولته ويهنيك. انت تستاهلي كل خير. شفت انا بقى غيرت بسرعه. ايه ده؟ ايه يا حبيبي؟ وانت شرفتي يعني كده يا دولت كده تشرب العصير لوحدك؟ اصلي ريقي كان ناشف من الفرحه يا روحي. بصراحه حاسه نفسي بحلم. احلم ايه بس؟ ما انت كده ضيعت اللحظه الرومانسيه اللي انا كنت محضرها لك يا حبيبتي. انا كان نفسي اشربك من العصير بتاعي وانت وانا اشرب من العصير بتاعك. انا بقيتش عارف انت. طب ما احنا نقدر نعمل كده برضه. ازاي بقى؟ كده اهو اتفضل كده تقدر تشرب من ايدي وانا اقدر اشرب من ايدك. ما ينفعش يا حبيبتي، ده فعل مش حلو. انا كنت نفسي نبتدي حياتنا الزوجيه بكوبايتين قد بعض ومليانين على الاخر. انا مش فاهمك. خلاص بلاش حكايه العصير، تعال نتكلم شويه. نتكلم؟ ايوه عشان تاخدي عليا يعني. ما تكسفيش مني يا روحي. اللي تشوفه. طب اقول لك تيجي نلعب؟ نلعب؟ استغمايه. تغميني وتستخبي في السويت. وانا بقى وشطرت ادور عليك. ايه رايك؟ اللي تشوفه. طيب يلا. هستخبى. كده نخلص الليله بتاع بكره اهو مهم. انا اطلع تاني يوم على السويس مع الراجل الصبح استلم البضاعه وانجز. محدش عارف عبد البديع احتاجنا في ايه تاني ولا امتى. بصراحه يا زعيم بحسدك على عم عبد البديع، راجل دماغه عاليه قوي. علي يا لطيفه اللي مصحيك لحد دلوقتي. قلبي مقبوض على ابوك قوي، كل ما انام احلم بمصيبه تصحيني من عز النوم. طب استاذن انا خالتي. على فين يا معلم؟ سيبنا نمشي بدل ما عوك الدنيا. انا بحب خالته لطيفه، ولو سالتني في حاجه كده ولا كده هبعبع، مش هعرف اكدب عليه. طيب يا نديم اطلع نام انت بقى، وما تنساش صحيني الصبح عشان نصلي الجمعه سوا. من عينيا الاثنين. تصبح على خير يا خالتي. وانت من اهله يا حبيبي. هي قمر مالك بس؟ هو عبده صغير عشان يتقلق عليه. ده بسم الله ما شاء الله بقى عريس زي القمر. يو يا علي، فايق انا لهزارك ده؟ هزاري؟ ما علينا. بصي خشي نامي كده واستعيذي بالله، وانا بكره بعد الظهر هتصل لك بيه تطمني عليه بنفسك. والله فكره. طب ما تطلبه لي دلوقتي. دلوقتي دلوقتي؟ دلوقتي عشان اطمن عليه. ايه يا واد مالك تنحت كده ليه؟ مجاز يكون نايم ولا قافل الموبايل. ما تفولش انت بس. يلا يلا اطلبه عشان اطمن عليه بنفسي. يلا. حره. بص انا هتصل لك بيه وبعدين اديك التليفون. ماشي يلا. عجبك كده؟ كان لازم تقر فيها تليفون مقفول. شفتي؟ اصلها بالعقل. راجل تلاقيه عيني شقيان وتعبان طول النهار، وطبيعي انه يستريح دلوقتي ولا ايه؟ يا رب يريح قلبك يا بديع ويوسع رزقك ويديك على قد نيتك وعملك قدر يا كريم. ليه كده بس يا لطيفه؟ لازمتها ايه الدعوه الاخرانيه دي؟ ما انت كنت ماشيه كويس. ربنا يستر بقى. انت اتجننت يا واد ولا ايه؟ دي الاخر زمن، الواد بيكره الخير لابوه، حاجه غريبه قوي. يا سلام. صحيح قلب الام ما يكذبش ابدا. حقها عبده لو الدعوه الاخرانيه دي رشقت معاك هتشوف ايام سودة. يا دولي اتكلمي عشان اعرف انت فين. ما هي يا حبيبتي اللعبه كده، وانا يعني هعرف انت فين ازاي؟ دولي قولي اي حاجه. دولي دولي اوعى تكوني مستخبية في الحمام.
يا نايمه عامله نفسك نايمه عشان تكشفيني. دولي دولي الله يستحسن استنى شويه عزيزة الاطمئنان. الو ايوه يا سي عبد البديع، انت فين من الصبح؟ قلقتني عليك. انت فين ده ايه؟ انت ناسي ان انا عريس لازم اجهز انا كمان عشان بكره بقى على سنجة 10. يعني انت كويس؟ يا نهار مالك، في حاجه؟ لا الحمد لله ما حصلش حاجه، انا بس اتخضيت عليك، قلبي كلني لما حاولت طول النهار اكلمك وموبايلك كان مقفول. عمرو الشقي بقى. طب انت فين دلوقتي؟ انا فين؟ انا في بورسعيد بجيب بدله الفرح واجي على طول. طب والزوم ايه بس السفر بالليل؟ بقول لك ايه، مايل على اي حته قريبه كده وبيت فيها لحد الصبح، لحسن السفر بالليل وحش قوي، في شبوره وخطر. معقوله اشوفك قلقانه عليا بالشكل ده وما جيش طيران؟ لو النبي يا سي عبد البديع، ما تقلقش قلبي عليك اكتر ما هو قلقان. اسمع، عدي الكام ساعة بتوع الليل دول وبقى اتحرك في نور ربنا بالنهار، النهار له عينين. خلاص اللي تشوفيه يا حبيبتي أمرك. ده الأمر أمرك والشورى شورتك. تسمع على خير يا أرقى قلب وأجمل ست في الدنيا. أنت صحيح شايفني كده يا سي عبد البديع؟ أنا اللي شايفك كده، الدنيا كلها شايفك كده. يا حبيبتي انزلي الشارع بس وليكي 1000 جنيه على كل واحدة تعدي جنبك وتبقى أحلى منك بسنتي بس. ما تحرمش من لسانك الحلوة أبدا. طب يلا تصبح على خير. وانت من أهل الخير يا حبيبي. اسمع، وانت جاي بكرة إن شاء الله يبقى امشي على أقل من مهلك، احنا عايزينك. ربنا يخليك لينا وما يحرمناش من دخلتك علينا يا أخوي. خلي اليوم يعدي على خير. هيعدي على خير يا ماما، مادام نيتنا خير هيعدي على خير وكله هيبقى تمام التمام. الو، اهلا استاذ جهاد. نعم خير. حقيقه الوقت مش مناسب. ليه؟ في ايه؟ يعني ايه مش هينفع في التليفون؟ انا بكره مش فاضيه. لا لا، ما عنديش استعداد استقبل اي حد. مشغولة يا سيدي. عايز تدخل في حياتي الشخصية أنا كمان؟ تصبح على خير، مع السلامة. لو سمحت تحت امرك. انت وديتك تخلص الساعه كام؟ 12 الظهر ان شاء الله. عظيم، هستاذنك لو المدام الاول. انت فاكرني؟ اه طبعا يا فندم، العريس. لو العروسه بقى صحت قبل ما ارجع لا قدر الله يعني وسالتك عني، هتقول لها ان انا لسه يا دوب خارج ومش هتاخر، هجيب حاجه بس من بره ورجع تاني. اتفضل. لا يا فندم ميرسي. ميرسي يا راجل، الناس لبعضيها، ما تنساش. ماشي يا فندم، مع السلامه. ايه الحكايه؟ والله علم علمك. الزهره حبايه الزرقاء ما اشتغلتش، ما في حسين كده، لا بينفع معاهم حبوب ولا بينفع معاهم طبل بلدي. ايه يا عبدو؟ انت لسه نايم؟ انا المفروض اكون صاحي الساعه 5 الصبح ليه يعني؟ وبعدين انت اللي مصحيك لحد دلوقتي وفاتح تليفونك ليه؟ مش خايف تتقفش؟ اخرس، انت تصحى تفوق عليا؟ حقك عليا يا سيدي، انا بعمل لمصلحتك. سيبك من مصلحتي، فوق كده والبس عشان عايز اقابلك دلوقتي. يو بعدين. حاضر حاضر. ايه ده بس؟ انت فين دلوقتي؟ انا نص ساعه كده وهبقى في مدار الرمايه. طب واللي انت عايزني فيه ده ما ينفعش يتقال في التليفون؟ يعني هو لو كان ينفع ايه اللي ينزلنا من الفيوم لمصر؟ طب هنتقابل عند بطن الزير بقى ولا فين؟ يا خفة،
انت عارف القهوه اللي بنتقابل فيها انا وعمك نبيل؟ قابلنا هناك بعد ساعه بالظبط. طب بقول لك ايه دلوقتي، لو انا الو عبده الذمه في كده يا جدعان، يقلقني وبعدين يقفل السكه في وشي. امال عايز تاخد الفلوس دي كلها من غير ما تتعب ويطلع عينك كمان؟ طب وست البركه اللي انت اتجوزتها دي مصالح ايه دلوقتي؟ انت اتحقق معايا، انت تسمع وانت ساكت. انا اسف. انا عايز منك حاجتين بس، الاول قول لي اخبار عمك نبيل ايه؟ قلب عليك الدنيا وقلقان عليك قوي عشان كلمك في التليفون لقى موبايلك مقفول. اوعى تكون غلطت قدامه كلمه كده ولا كده. عيب يا عم، عيب، ده انا تلميذ برضه. طب والشغل اللي عنده اخباره ايه؟ خلاص جمع الفلوس بتاعت العروسه وكان عايز يتبقى لها، بس برضه بقى تليفونها مقفول. عيني على المعلمة. شفت ابو كلا الشغل ماشي حسب الخطه الموضوعه. اول حاجه هتنفذها الليله دي بعد زفت انهار بربع ساعه بالكتير. مش كنت اجلت شويه على الاقل عشان صحتك يعني؟ ولا قسما عظما لو فتحت بقك بكلمه ثانيه من غير ما اذن هتبقى انت اللي جبت لنفسك، مفهوم؟ انطق ولا اسكت بقى؟ هتحارني معاك يا عم. لما يبقى في سؤال مباشر ترد. انت مالك بقيت غبي كده ليه؟ الحاجه الثانيه اللي انا عايزك تنفذها هتنفذها خلال اسبوع من دلوقتي، بس دي هتتعبك شويه. ايه في ايه؟ سعادتك نسيت تقول لي الاول انا هعمل ايه بعد الزفه بتاعت النهارده بربع ساعه. ايه الاخبار؟ بسم الله ما شاء الله. قمر يا اخواتي صباح الخير. صباح النور والسعادة والهنا. صباحي مباركة يا عروسة. صباحي مباركة. مالك يا بوت انت تعبانة؟ مش عارفة بوت هو ايه اللي حصل. دي واحدة اوعي تنزلي كده مش حد يشوفك عريانة. شيش برضه. مسدس. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. اتفضل. شكرا. بون ابيتي. خلاص يا فندم. لا لا خلاص. اتفضل. سيبك كتير قوي يا فندم. الله يهمك. شكرا. كل خير. شكرا يا فندم. مع السلامة. أي فندم؟ شكرا. اغسلي وشي كده على ما اعمل تليفون بس اطمن على الاولاد، لو ده ما يضايقكيش يعني. لا يا حبيبي ما تضايقش ولا حاجه براحتك. ايه يا حمد؟ لا 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 كده هتقلقين عليك، مالك وشك اصفر ليه؟ بودا. نعم يا روحي. هو ايه اللي حصل امبارح؟ ده سؤال؟ طب اجاوبك اقول لك ايه؟
احنا قضينا ليلة العمر يا روحي. معقول مش فاكرة؟ انا اخر حاجة فاكراها ان احنا كنا بنلعب. اهو بدأت تجمع صح؟ ها؟ وبعدين؟ وبعدين ايه؟ بعد ما لعبنا بقى ايه اللي حصل؟ لعبنا لعب مش اي لعب. الله، امال انا نمت امتى؟ انت حبت نمت زي الملاك. بوتا انا مش بسألك كان شكلي ايه وانا نايمة، انا بسألك نمت امتى وازاي. ازاي يعني؟ نمت عادي يا حبيبتي زي اي حد بينام في ليلة زي دي. ايوة ازاي؟ هو ايه اللي ازاي ازاي ازاي؟ ما تنامي زي ما تنامي يا حبيبتي، انت ليه شغلة نفسك بالموضوع ده؟ المهم ان احنا نمنا وصحينا النهاردة في الجناح الملكي ببرج الفيوم زي ما كنا بنحلم في اول يوم من ايام شهر العسل. بالهنا والشفا. شربي يا حبيبتي شربي. شوف انا خلصت ازاي. دلني انا نفسي في حاجه. نفسك في ايه يا روحي؟ طول عمري وانا صغير بحلم ان يوم صبحيتنا تاكلي اللقمه بايدك الجميله دي. بس كده يا روحي؟ حاضر. انت ما خدتيش بالك؟ مالك يا روحي؟ حاسه بحاجه؟ مش عارفه دماغي بتلف. طب ارتاح ارتاح يا حبيبتي، ده من قيمة النوم. احنا سهرانين لحد الفجر نلعب. ايه مش عارفه يا ابو تمام. بس نقف لحد السرير بس. لحد السرير بس. بودة. نعم يا روح بودة. الأوضة بتلف يا بودة. معلش يا حبيبتي. تعدني كده. تحب احكي لك حدوته قبل النوم؟ احكي لي بودا. يا مكان يا سعد يا اكرام، ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام كان في شاطر اسمه عبد البديع بيحب ست الحسن والجمال اسمها دولي، لكن عمهم نوح المكار فرق ما بينهم وهم صغيرين. دولي دولي يلا تصبح على خير يا عروسة. وأنا قبلت زواجها على سنة الله ورسوله وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وعلى الصداق المسمى بيننا. ألف مبروك بالرفاقة والبنين. سمعونا زغروتة يا حبايب. ألف مبروك. مبروك عم بحبك يا علي. عقبالك. مش عارف اقول لك ايه والله. والله لو قلت النهارده كلامها بالجنة يا حبيبي يا بابا. والله مش جاي غير النهارده تقول يا بابا. مبروك يا ابو نصر. على فكره يا جنابنا اول مره اشوف ابن يشهد على جواز ابوه ويحضر فرح ويبقى مبسوط قوي كده وهو بيتجوز على ابوه. ما شاء الله. العيال دي رضعين صناعي. ولاد اصول يا زميل. امال فين العروسه؟ وتطلعي بقى ست العرايس، العريس قاعد مستنيك على نار. بسم الله ما شاء الله. لا دي اجمد من التانية بكتير. تانية مين؟ هو في واحدة تانية يا كابتن؟ خالته ام علي مش كده يا علي؟ هو ده سؤالي ترد عليه. اسكت خالص. الزفة جاهزة يا سيدي المعلمين. على البركة. وسع طريق للعرسان يالا. وزع
سقراط يا منتع. تسلمي لي انت يا روح قلبي. عشت وشفت ابويا بتزف في توك توك. لا صحيح يا علي، ايه شعورك وانت بتزف ابوك في يومين ورا بعض وعلى جوز عرايس مختلفين اصلا؟ يا ساتر يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. خير يا رب اللهم اجعله خير. يلا يا بشوار. شكرا، الله يخليك. شكرا، شكرا. ما تيجي نمشي قبل ما نبص يلبس دي جدعانه يعني، وبعدين ما تقلقش هم متعودين على كده في الافراح اللي زي دي. بعد اذنك نشوف بس العريس عايز ايه. الف مبروك يا عروس. جيت المعزومة العنوان اللي هيختارونها بالجوازة الجديدة عليه؟ طبعا على عنوان المكتب بتاع حضرتك. شاطر. نبيل مجاور مطرب ولا؟ متقلقش، هو كان مفكر في مطرب، بيقول انه هيبقى مفاجأة في الفرح اللي فات، وبالتالي هيمشي هنا عادي يعني، الناس في أي حتة بتحب الطرب الأصلي. تأكد بنفسك عشان ده حمار. متقلقش. مبروك مرة تانية يا عريس. ولا 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 قشطة يا زميل. صباحياته حلوة. ليلتك ماشية زي الفل و14. الحمد لله. إلا هو فين المطرب اللي جايبه العريس لمؤاخذة؟ ثانية واحدة يا ولد. اصبر. باشمهندس. أنا؟ سلامتك. هو أنت. المطرب يعني ساعتك كنت قلت إن أنتوا جايبين معاكم مطرب. موجود في العربية. يا راجل بتسقعوه ولا إيه؟ أنتوا عايزينه؟ أه طبعًا يا كابتن. ثانية واحدة يبقى عندكم. لو سمحت. ثانية واحدة. اتفضل حبيبي. ثانية واحدة. بسرعة بقى. أنا أجيبك بالسلامة. الواد ده سكر ولا إيه؟ سكر. ما تقوم أهو هات المطرب وأدي الواد. صباح الفل. يعني وافقتي على الرحلة. بس برضه هطلعها على عيني. حرام عليكي بقى، ناوية على إيه المرة دي؟ استنى. أدخل. لا مؤاخذة يا بنات. معلش يا منة، اطلبي لي بابا على الموبايل يا حبيبتي. قفلوا برضو. انا مش عارفه بلد ايه دي اللي الشبكه فيها بتجمعش خالص. تلاقيني نسي شغل الرومنج قبل ما يسافر يا ماما. يعني ايه ده؟ يعني خاصيه تشغيل المكالمات خارج البلاد. يعني هفضل على اعصابي كده يا ربي؟ ده انا مش عارفه هيرجع امتى. وانت يا حبيبتي قاعدة لغاية دلوقتي ليه؟ في ايه يا ماما؟ البنت مستأذنة من مامتها انها بات معايا ومامتها وافقت. خلاص يا حبيبتي، مادام مامتها موافقة يبقى اطلع انا منها. اهلا بيكي. البنت تكون نعمة عشان صاحبتها. ده جيل ايه يا ربي؟ ده جيل ما يعلم بيه يا ربنا. يا ترى انت فين يا بديع؟ سايبني للهم ده كله. وانا ناقصة يا رب. استر يا رب استر. ما خلاص بقى يا ماهي، ما انت عارفة ماما وطريقتها عادي بقى فوتي. ما تاخديش في بالك، المهم شكلك ناوي على مقلب يخنق جامد. الله، نرجع لموضوعنا. مش هو اللي عايز يطلع الرحله يشرب بقى. واحب اطمن مسجلين المنطقه اللي احنا لسنا الحكومه. لسنا الحكومه يا عم. لسنا الحكومه ابن منطقتي وليد تحيا والسلام. اخوها بولا.
أنا أنت بقلة بقلة ميت شمعة ميت شمعة أحلى تحية وسلام أحلى تحية وسلام مش على الشرابية شرابية مش على الورقة أمومية شرابية المعلم غريب الجوكر جوكر وزينة بنات الشرابية الست أنهار أنهار والمنضم لكاتبة الشرابية عبد البديع باشا الأرندالي إيه الأرندالي وسمعني سلام سيد الحبايب يا ضنايا امتى العب يا عم اعيد ولا 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 ناس النقطة دي تحية مني لأجمل وأشك عروسين عروسين الأستاذ عبد البديع الأرندالي أرندالي اللي هو بابا عبده وعروسته بزي القمر قمر وهو فاهم وأنا فاهم إنه حبيبك وبقول له ربنا يهنيك ويديك على قد نيتك اللي أنصر اللبن الحليب حليب وسمعني سلام ريري جه قال لي هناله ريري الآن سيداتي أنساتي سادتي مع المطرب العالمي مع الدكتوراه العالمية مع المطرب الشهير جدا أحمد بكر. حكاية المطرب العالمي الدكتور ده جاي ينضف لنا ودنا. متشغلش بالك يا زميل، هما المطربين كده كل واحد بيصوت لنفسه وبيسمي روحه اسم. بس أقول لك على حاجة، بسم الله ما شاء الله لابس شوية هدوم أنضف من كل معازيم الفرح. تلعب دي ليلى حافظها؟ دي ليلى مش معايا. مش معاك ماليش. قبل ما الناس تفوق من الصدمه وتقطعنا. اللي انت جايبه ده؟ انتوا مش قلتوا حاجه محترمه وبلاش اللي حصل في الفرح اللي فات؟ يا استاذ عبد البديع، هو انت انا عشان متعلم ومثقف جايب لنا مطرب يعلمنا الادب ويطفح المعازيم اللقمه اللي كلوها؟ الناس كده تقول علينا ايه؟ بنستحقرهم؟ والله العظيم انا متفاجئ زيك بالظبط. طب ده بيفصل ازاي ده ولا بيسكت امتى؟ يعني بصراحه الناس واقفه وعينها بتطق شرار وانا ما اضمنلكش سلامته. بعد اذن الاستاذ سيبنا انا اتصرف. اتصرف ازاي؟ ما تقلقش سعادتك بشغلتنا احنا بقى، خلينا نلحق الليله قبل ما تقلب بغم. احنا عندنا ضيوف من السيده ومن المغربلين ومن حلميه، ولو فضلنا اكتر من كده مش هنضمن اللي هيحصل. بالاذن. ابو رجاله تحية للشرابية وشباب الشرابية ويلا بينا مع بعض عميات سيديات طرحنا ياه عزبنا ياه حلوين ياه طعمين ياه أبو يوسف ياه حبيب ياه عميات صاحب الجمال ارحمني ده أنا ليلي طار عميات صاحب الجمال ارحمني ده أنا ليلي طار معقولة يا أبلة تقلق إيه روحك كده عشان حتة حلم؟ يا ريتو كان حلم، دي كوابيس ورا بعضها عرض مستمر، واحد يخلص والتاني يبدأ. ما كانش فيه إعلانات ولا فواصل في النص؟ طب قولي شفت إيه يمكن نعرف نفسره ولا نشوف لك فيه شوفة يعني؟ أخاف لو حكيته يتحقق. ما هو لو كان علي ولا نديم موجودين كانوا فادونا وطمنونا، بس انا على ما اعرف كده ان هو كان مكلفهم بشغل. برافو عليك يا رتيبه، انا هتصل بعلي نعرف منه ايه حكايه تليفون سعد بديع المقفول ديت. يا دي النيله، تليفون علي رخر مقفول. يا حستك يا لطيفه، يبقى بديع جرى له حاجه وعلي سافر له.